الأعزاء مشاهدونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الوراق. هذه الحلقة اليوم امتداد لما كنا قد بدأنا من نقاش حول كتاب أوراق من الذاكرة، محطات في مسيرة ضابط شرطة فريق أول شرطة عبد الوهاب إبراهيم سليمان، والذي رحل عنا في 28/6 هذا العام. الكتاب أهميته كانت أنه ليست هناك عناوين كثيرة حول تاريخ ومسيرة رجال الشرطة في السودان، دي نقطة مهمة يعني للمكتبة السودانية. النقطة الأخرى أنه الشخصية، نحن أمام شخصية يعني ممكن بالمعنى الثقافي العام توصف بأنها شخصية إشكالية، رجل تولى مهام حساسة جدا يبان فترة مايو، وفي الوقت نفسه يعرف كرجل اجتماعي من الطراز الأول. كنا ناقشنا في الحلقة الماضية بعض محطات هذا الرجل في الميلاد والنشأة ودخوله إلى مايو ورؤيته إلى دور الأمن وكذلك السياسة وكعديد من نقاشات. تستمر هذه الحلقة اليوم امتداد مع أستاذنا بروفيسور كرار أحمد بشير العبادي، الأستاذ الجامعي والمستشار الاقتصادي والذي نال درجة الماستر والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 81، عمل محاضرا كذلك في مؤسسات التعليم الزراعي وباحثا في المجلس القومي للبحوث، وأيضا كان مدير جامعة أم درمان الأهلية. نواصل معه اليوم بقية هذه الشهادة حول هذا الكتاب وأيضا ما يجمع مع الرجل من قرابة امتدت لأكثر من 40 عام. بروفيسور مرحب بك. عليكم السلام ورحمة الله تعالى، مرحب بك. أوراق من الذاكرة، المرة اللي فاتت وقفنا في محطة دخول سعادة الفريق أول شرطة الله يرحمه عبد الوهاب إبراهيم سليمان إلى مايو، في عمله في مايو في محطات مهمة جدا. بداية أنه تولى الأمن العام في مايو في 76، كانت يعني التسمية الحكومية مرتزقة، وتسمية المعارضين يعني ما يسمى بالغزوة وكذا، الجبهة الوطنية وكذا. أنا عاوز أسمع منك برضو شهادتك حول علاقته بالجبهة الوطنية والشريف حسين الهندي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ بالشكر لك ولهذه القناة المتميزة لمحاولة في أنه نتحدث عن شخصية تركت بصماته في هذا الوطن في عدة مجالات. الأخ عبد الوهاب رحمه الله كان رجل متميز كرجل شرطي، وخدم هذا الوطن في عدة مواقع، في حلفة وفي عضبرة وفي الخرطوم وفي الرئاسة وفي خارج السودان، ووكل له المهام بتاعت الأمن في وقت حرج في تاريخ هذا الوطن. وكان كل عمله كما أعلم عنه كان بيأديه بمهنية عالية وبأخلاق متميزة وبوضوح وجرأة وشجاعة. يعني هو رجل حقيقة عرف بهذه الصفات، صفات المهنية في تناول الأشياء. هو رجل ليس بسياسي، إنما هو رجل مهني حقيقي، وتناول الأمر في هذا الإطار بالصدق والشجاعة والجرأة في تناوله في كثير من الموضوعات حتى مع الحكام في ذلك الزمان. لما نقرأ أنه في صفحة 37 الموضوع يبدو غريب شوي، حينما يكون الشخص المسؤول عن الأمن جسور ممتدة مع معارضين شرسين للنظام مثل الشريف حسين الله يرحمه، لدرجة أن يبعث الشريف حسين خطاب يعنونه الأخ العزيز. وده الزهل طبعا المسؤول بأنه يعني على الأقل يعني يقف ضدهم باسم النظام وكده. تحياتي وأشواقي واحترامي لكم وللأسرة الكريمة، أنتهز فرصة سفر الأخ خضر لكي أحمل لك أزكى تحياتي وتمنياتي بالنجاح. أنا ما قادر أفهم، هو معارض ويتمنى لمدير الأمن بالنجاح يعني، والنجاح والمزيد من السعادة، وأرجو أن أعبر لك عن عظيم شكري وامتناني، لا سيما أن معرفتنا ترجع إلى زمن بعيد وروابط أصيلة. وختاما، وإلى أن ألتقي بك في الخرطوم، تقبل فائق احترامي ومودتي. بالله المفارقة دي فرتقة لي، فكك لي والله. شوف أنا بفتكر دي بتعكس حصافة وذكاء وفكر الشريف. الشريف، الشريف تمام، ده مدير الأمن طبعا. لا الشريف، لا الرسالة لمدير الأمن، لمدير الأمن عشان نذكر الناس. يعني الشريف وضح بأنه رجل حصيف ورجل ذكي ورجل بيعرف أقدار الناس. نعم. وبيعرف قيم الناس، يعني بيعرف الغث من الثمين، ووصف عبد الوهاب بهذه الصفات. ودي شهادة يعني قطعا. يعني الشريف كان معارض شرس لمايو، لكن يخاطب مسؤول عن الأمن بهذه الصفات: أخي العزيز، ونلتقي في الخرطوم. ما تكلم بجفاء، ما تكلم بقسوة،
ما أتكلم بمعارضة شديدة له، ما أسأل له أبدا، شايف أتكلم بهذه السماحة، تعكس حقيقة حصافة وذكاء الشريف وأصالة الشريف حسين الهندي. قال أنه في شريط وصل كاسيت، طبعا زمان الشريف حسين الله يرحمه كان بيرسل خطاباته السياسية بالكاسيت يعني. ففي تلاجة يبدو في حلفة قبضوها فيها أشرطة كاسيت مرسلة الشريف للخرطوم، وواحدة من الأشرطة دي فيها يعني كان كثير من الاتهامات لجهاز الأمن، واتهموا بأنه ارتكب كثير من الفظايع. إيه كان رد فعل عبد الوهاب إبراهيم؟ والله شوف، أنا معرفتي بهذا الرجل حقيقة، الناس حتكلم عن فظايع أو خلافه وأنا لم أدخل هذه الأجهزة، لكن معرفتي به الشخصية، عبد الوهاب إبراهيم لو وصلوا أي أمر يتصل بقسوة أو تعذيب حقا لا يسكت عنه، لا يسكت عنه إطلاقا. واجه نميري في عدة مواجهات، هنجيها بعد شوية يعني. عدة مواجهات طيب بممارسة تعذيب ورفض هذا الأمر لأنه رجل كان بيتصف بسمات عالية من الأخلاق والمثل والقيم، القيم اللي خلت إلى الناس إلى الآن يتحدثوا عنه، وهذا فضل من الله يا أخي قسام. والرجل لو كان رجل هو متلون او بيعمل اشياء كهذه، ما الناس ما كانوا بيتكلم عنه بهذه السيره. وصراحه دلاله على مصداقيته انه هو في موقعه كمسؤول عن الامن سجل شريط بتاع كاسيت بنفسه ورسله للشريط. قال له الناس اللي انت بتتكلم عنهم ما معي في جهاز، مش احنا اللي بنتكلم. وبعدين عنه كان بيربى عن الشتائم، يعني انت ممكن تعارض، ممكن تكون عندك معارضه سياسيه ايا كان، لكن لا نشتم بعضنا البعض، لا نسيء بعضنا البعض. حتى في حديثه في بعض الأشياء الذكرت، شايف بيربى نفسه لأنه كان عف اللسان، عايز الناس يكونوا بهذه الصفات. ممكن نختلف لكن ما في داعي نصل. يعني بالله كان محافظ على قصة على العلاقات الاجتماعية دي في أحرك الأحوال، في أحرك الأحوال، وكان عنده خط واضح يفتكر أنه نحن يعني أنا بقول في وإنت حتيجي في الموقف دي بتكلم عن القضايا بتاعت الحواجز او عدم تجاوز الخطوط الحمراء، اللي هي شنو بالله الخطوط الحمراء؟ يفتكر انه التدخلات الاجنبيه على السودان دي فيها شرر، فيها مشكله. طيب يعني احنا ممكن كمواطنين كسياسيين نختلف ونتفق، لكن لما تكون في تدخلات خارجيه من دول خارجيه على هذا الوطن بتبقى في مشكله. ودي يتحدث عنها الخطوط الحمراء، وده في مقوله لسعد زغلول بيقول لك الحق فوق القوة، الحق فوق القوة، والأمة فوق الدولة أو الحكومة. الأمة يعني الناس ترسي قواعد وقيم للأمة، الحكومات بتزيل، الحكومة بتمشي بتجي وتروح، لكن في الأمر لازم تكون في قيم الناس ترسيها، بنجد فيها صعوبة. شايف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المدينة، قضى في مكة 13 عام وهو المبعوث من عند الله يدعو الناس بالحسنى. صحيح، ما خش معهم في صدام أصلا، ما خش معهم في صدام. سيدنا عمر صحيح يعني التزم بالإسلام، شايف هو كان 39 أو 40 بعد ست سنوات. دي ما قوة العقيدة يا بروفيسور. أيوة صحيح. دي قيم الأمة. صحيح. في الكتاب كثير من قضايا، يكفي أنه الرجل ده كان عنده مهام كثيرة في الإقليم بتاعنا ده، في إريتريا، في تشاد، في كذا، وده جانب برضو مهم لأنه في حادثة حصلت بعد أن خرج من الخدمة بعد الانتفاضة واضطروا أن لجوا إليه. فإيه كانت تحركاته في الإقليم هنا من موقعه كرجل مسؤول عن الأمن في السودان؟ والله واضح جدا من قراءتك للكتاب، هو الرجل كان بيبني علاقات في النهاية علاقات إنسانية وعلاقات بتاعت مصداقية، ودي مهمة جدا لما تتعامل مع الناس الخارجيين أو في الداخل. لازم تكون عندك credibility، تكون عندك مصداقية في الحديث، والناس بتحس أنك أنت رجل مخلص أو رجل صادق في كل. عشان كده تعاملاته الخارجية، حتى هو خارج اتصل بحسين هبري رئيس جمهورية شاد، كان في بعض المضايقات لبعض السودانيين الدبلوماسيين، كتب له خطاب وهو بر الخدمة واستجاب له، رد له خطاب، والخطاب موثق في الكتاب، موجود في الكتاب. صحيح. يعني تحكيس على أنه البعد الإنساني قوي والبعد بتاع المصداقية، وحتى علاقاته بالجبهة تحرير إريتريا ظلت مستمرة.
مسألة ما سهلة. ودي دائما حتى في العلاقات الدولية، العلاقات الدولية برضو النواحي الإنسانية والنواحي الشخصية بتلعب دور كبير جدا في هذا الاتجاهات. من الحياة الملفتة أنه الرجل ده تعبير اللي هو كاريزمي، يعني عنده حضور كبير، وده للناس المشغولين بالصورة بالما هو حتى في الصورة والبادي لانجويج كده. نعم. مع هذا أنا لما نقرأ في الكتاب، أنت عارف طبعا الفترة الأخيرة دي بيجري الحديث حول هو إيه مهمة جهاز الأمن. نعم. مش كده؟ نعم. لغاية الليلة يعني الكلام ده فيه. هو ذكر في صفحة 38 يقول أنه جهاز الأمن في عهده يعني لم يكن قوة عسكرية يمكنها اقتحام الجامعة، بيتكلم عن حدث في جامعة الخرطوم، ويجي يقول أنه المهمة الرئيسة جمع الأخبار والمعلومات، خلاص مهمة الجهاز نفسه كانت ذات طبيعة معلوماتية، فلم يكن يمتلك القوة ولا السلاح لأي فعل عسكري يعني وكذا. ويجي يقول بأنه الأمن مثل قرص الأسبرين، علاج مؤقت للصداع. صحيح. برضو كده حلل لي رؤية لوظيفة ودور الأمن في الدولة. في تقديري أنه عبد الوهاب أثناء توليه لهذه المهام وقد ارتقى إلى أعلى المواقع في وزارة الداخلية وفي الأمن، كان بيرى أنه الأمن يجب تقود الشرطة. الشرطة؟ الشرطة. أها. باعتبار أنه الشرطة هم أكثر الناس تأهيلاً وتدريباً لمواجهة هذه الأشياء. تمام. الشرطي عنده القضية الأمنية والقضية العدلية والجنائية والاجتماعية تركيبة معينة لرجل الشرطة، وأكثر التصاقاً بالمجتمع. صحيح. وكان دائماً يفتكر أنه ده الدور الأساسي، وكان بيحرص أنه جهاز الأمن يكون تابعاً للشرطة لوزارة الداخلية، باعتبار أنه هي منتشرة في السودان والشرطة منتشرين في السودان، وده ممكن يلعب دور أساسي في هذا الاتجاه. بيفتكر على أنه الأمن زي ما ذكرته قرص أسبرين مؤقت، يعني ما بزيل القضية، هنالك قضايا عصية وصعبة يجب أنك تعالجها، لكن الأمن ما بعالجها. على هذا الأساس في تناوله في قضايا الأمن بحس بأنه هو ما بيسعى لأنه يوقع عذاب لآخرين أو يعني يبطش بهم أو خلافه، بقدر ما أنه ممكن يستقي منه معلومات لإصلاح عوجاج أو تصليح مسار. نعم. يعني فكرة أنه يكون الأمن تبع البوليس عشان البعد الاجتماعي، ده مش ما في شك عشان البعد لا الاجتماعي. والتركيبة بتاع الشرطة الشرطي يعني ضابط البوليس مهيأ على أنه يقود أمن حقيقي، لأنه عنده علاقة بالنواحي العدلية. يعني القانون حاضر. القانون حاضر. المظاهرة يطلع فيها يطلع قاضي. قاضي. يعني نحن نعرف أنه مظاهرات يطلع قاضي، ونأمل أنه حتى في جهدنا المستقبل أنه الأمن ده يرجع له قواعده الأساسية. شرطة. بالله. أنا في تقديري كده. يرجع الشرطة لأنهم هم ديل ضباط، يعني أعطي القوس الإبرية. إحنا ما بندعي نحن نعرف أمن، لكن ديل مهيئين. تدربوا على هذه الأشياء. وحتى عبد الوهاب في سعيه في الشرطة حاول يحدث احتياطي مركزي. طيب حصل شنو؟ وبدأ. طيب. الاعتبار أنه دي قوة بتاعت شرطة ممكن تساعد الناس في 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 إحداث حفظ الأمن، يعني حفظ الأمن. حفظ الأمن يعني. وجد معارضة. من زمنها كان نميري، بيفتكر أنه دي قوة إضافية حتكون موازية للقوات المسلحة. لكن أنا في تقديري الشرطة يجب أنها تلعب دور أساسي، وحتحدث على الكلام دي في نهاية الحلقة عن بعض الدروس المستفادة من هذه اللمحات اللي ذكرها الأخ عبد الوهاب في كتابه. أنا بعد إذنك أطلع فاصل لأستاذنا ثم نعود لنواصل هذا الحوار. في هذا الفاصل نشاهد وراق الأسبوع ثم نعود نواصل الحوار مع بروفيسور كرار عبادي حول كتاب الفريق عبد الوهاب إبراهيم سليمان عليه الرحمة. كونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى، لازلنا في هذه الحلقة. هذه هي الحلقة الثانية مناقشة لكتاب أوراق من الذاكرة، محطات في مسيرة إدارة الشرطة، فريق أول شرطة عبد الوهاب إبراهيم سليمان مع بروفيسور كارل عبادي. بروف مرحبا بك مرة أخرى. أنا أقرأ لك وأنت علق لي. الجهاز تحت إدارته جهاز الأمن كان يقدر ظروف الأفراد ويعمل ما أمكن على حل مشاكل المعتقلين. أذكر أنني التقيت عند مدخل الجهاز عند حضوري له ذات مرة بسيدة سودانية بصحبتها طفلين وتحمل ثالثا. حييتها وسألتها عن سبب وقوفها عند باب الجهاز، فأجاب بأن زوجها معتقل وتم إيقاف مرتبه
وأنها مهددة بالطرد من المنزل لأنها لم تتمكن من دفع الإيجار، إلى جانب أن الأطفال لن يستطيعوا على مطلع الشتاء الذهاب إلى مدارسهم. فأدخلتها المكتب واستدعيت أحد الضباط في هذه الأثناء، شرحت لها أنه لا دخل للجهاز بإيقاف مرتب زوجها، لكننا مع ذلك سنساعدها بالمساهمة بجزء من الإيجار إلى أن تتم معالجة موضوع مرتب زوجها. طيب، طبعا في طريقتين للتحليل إذا سمحت لي، يعني فضل فضل. في طريقة أن احنا نتعاطف مع النوع ده من الإجراء، وفي طريقة نتساءل، هو في النهاية هو المعتقل زوجها يعني، فأي فعل يعمله ما بكون ذا قيمة. أنت بتختار يا نوع من التحليل الأول ولا الثاني؟ والله شوف، اختار الأول، اختار الأول. البعد الإنساني. طيب، البعد الإنساني. الإنساني. الإنساني يعني الإنسانية بتغلب بصورة واضحة جدا في شخصية عبد الوهاب الرحيم. شايف؟ هو معتقل ولا؟ يعني أنت. ولا هو ما عنده طرف اعتقاله؟ والله شوف، أنا طبعا أنا ما بقدر تجزم، أوريك الحاصل شنو. طبعا انت ما صحيح، يعني انا بتكلم عن شخصيه في كتاب، عملت كتاب فيه محطات معينه، مواقف معينه ممكن تستشف منها مبادئ واخلاقيات معينه. أيوة. نسترشد بها في مستقبلنا. صحيح، رغم انه لانه انا الليله دي يوم، حتى انا عشان انا ابتدي احدث لك مقارنه ما كان يحدث في السبعينات، يعني الملابسات التي صاحبت ذلك الوقت، يعني الإنسان لا يستطيع أنه يعني يتحدث عنها بالصورة الكبيرة دي مقارنات. الآن بتكلم عن أهمية أساسا، لما نقرأ هذا الكتاب الصغير ده بيحتاج حقيقة لوقفات كثيرة جدا، مواقف بتاعت شخص تحلى مسك موقف كبير في الدولة في حكم شمولي. أيوة. حكم شمولي تحت إمرة جعفر الرئيس السابق الأسبق جعفر محمد دميري، وبدأ يحمل معالجات في 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 وضع صعب من الداخل. من الداخل، وإشكاليات كبيرة جدا. قدر على الأقل استطاع أنه يرسي بعض القواعد اللي الناس ممكن تسترشد بها في مستقبل. والله عشان نكون أمينين، لما نحاول نفهم طبيعة الشخصية، هذا رجل مهني جدا لا يعصي الأوامر، لكن في الوقت نفسه لا يتنازل عن إنسانيته، وده أمر مهم. طيب، صفحة 101، قبل أحداث 2 يوليو 76 بقليل كان هناك نشاط متزايد للجبهة الوطنية، وعقد اجتماع بمجلس الأمن القومي، وأذكر أنه عقد في مجلس الوزراء. الرئيس نميري عادة يرأس مجلس الأمن القومي، ولكن الاجتماعات عادة يترأسها نائبه اللواء الباقر، الله يرحمه. ولا يترأس نميري اجتماع مجلس الأمن إلا في حالة وجود حدث كبير. في ذلك الاجتماع قدمت تقارير عن النشاط المتزايد، وأذكر أن الرئيس نميري قال: أنا لو عندي أجهزة أمن كانت انتهت من الشريف حسين والصادق المهدي، وما كانت بخليهم يبرطعوا كده. ده كلام نميري. وأنا كنت رئيس جهاز الأمن العام، وعلي نميري كان رئيس الأمن القومي. رد عليه الفريق عبد الوهاب: إن ذلك ليس من اختصاصنا، نحن مهنيون وننفذ قوانين ونشتغل شغل قانوني، وليست لنا علاقة باغتيال أي شخص. طيب، إيه نكشف من الرواية دي أو الشهادة دي حول قوة شخصية الفريق عبد الوهاب إبراهيم؟ وفي مطلب رأس الدولة نميري ديكتاتور، يعني الرجل الكبير ده، عارضه جرأة عجيبة وشجاعة شديدة وثقة تماما، شايف؟ صحيح. وإخلاص، إضافة لكذا بتعكس ذكاء وحصافة الشريف حسين الهندي في كتاباته لعبد الوهاب إبراهيم. أيوة، المراسلات دي. مراسلاتي دي ما تنظر لها برضو النظرة بتاعت نظرة الشريف فيه، لأنه بيعرف أنه عبد الوهاب لا يصل لهذا المستوى. يعني بالتعبير الدارجي قراءه صحيح. قراءه صحيح، يعني ده موقف. زول يقول للرئيس ذاته. ايوه، ولا وبعدين في 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 اوج السلطه. ايوه، ده كان 76 في توقيت حرج جدا، حرج جدا جدا. نعم، يقول نعم. احنا بنقتل زول. نعم، ما شغلنا ده. نعم، رغم انه يعني زي معروف انه حتى في موقف اخر وكيد عارض في المكتب السياسي في الاتحاد الاشتراكي. ايوه ايوه، عارض زين عابدين بيخاطب ويقول لي: انت مدير امن النظام؟ قال لي: انا مدير امن السودان. ده الرجل يثرع بالوطنيه والاخلاص والصدق، دي صفات نحن محتاجين لها يا أخي إنسان، محتاجين لها في عملنا. صحيح. عملنا العام، شايف؟ سيدنا عمر بن الخطاب سأل واحد، زكى واحد بيزكيه من الصحابة،
سألوا 3 أسئلة. قال لي هل سافرت معه؟ قال لي لا. قال لي هل كان بيناتكم خصومة؟ قال لي لا. قال لي هل ائتمنتوا على شيء؟ قال لي لا. قال لي يبدو أنك أنت شفته في المسجد بيخفض رأسه ويرتفع وافتكرت رجل صالح. الأمانة، الأمانة ده الكور، ده الأساس، ده المرتكز الأساسي. رجل عايز يؤدي أمانته وهو في النهاية حيقابل ربه. قضية أساسية والله، شجاعة غريبة. نعم نعم، ملفتة. نعم، لدرجة أن السيد الصادق. نعم، لما نسئل واستهام بمنصبه. أيوة تمام، ممكن يقول له أمشي بيتكم وقول له سلام عليكم. صحيح، لكن ما بخالف قيمه أبدا، ما بيقتال زول أبدا، لأنه في شهادة من السيد الصادق المهدي قال أنه جرت محاولات لاغتياله لكن رفض رؤساء جهاز الأمن لنميري هذا الطلب. وأنا أديك معلومة أنا عرفت عنه، السيد أحمد المهدي في ذلك الوقت كان معتقل، جابوا في مكتبه قال لي تبقى في هذا المكتب، وفي مكتب عبد الوهاب في الأمن، دخلوا في مكتب قال لي لا تغادر هذا المكتب إطلاقا، لأنه كان في فوضى حاصلة، ممكن أي حاجة تحصل في ذلك. لكن تعرف يعني على عظمة هذا الموقف وبطولته لازم نحسب للراحل نميري برضه سعة صدره طبعا واحتماله. أي جدا 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 لا جدا، لما رفضوا لما رفضوا ما وقف ضده، سكن. أيوة، قالوا طالع من الاجتماع زعلان وسكن. نعم، ما عمل. نعم، حياته. نعم نعم، دي برضه تحسب لنميري جدا، ما في شك. ما لا لا، لا أنكر هذا، ديننا مزين حقيقة، مهمات جدا. هناك قصة أموال الشريف، البعض يقول أنه أنفق نحو 100 مليون استرليني في العمل السياسي في حي الطرفة. هو الرجل ده برضه يبدو أن في شخصيته في يعني في طرافي لطفي كده، قال له يا أخي لو كان دفعت نميري كانت تزلق على السلطة ذاته. خليك من يعني أنا، أنت لما قلت لي مقول سيدنا عمر، نعم، الثلاثة مستويات دي لمعرفة الشخصية تنطبق عليك بروفيسور في صحبتك للراحل. نعم، فأنا وأنا حسمع برضو بعد شوية شهادتك الخاصة حول الفريق عبد الوهاب إبراهيم. خلينا نمشي المحطة الثالثة، CIA. أي موضوع CIA؟ كما ذكر الأخ عبد الوهاب، أنا كنت في أمريكا في الوقت ذاك في 78، كنت بحضر الدكتوراه في ولاية ويسكونسين في ماديسون، وجاء عبد الوهاب زيارة ثانية وهو مدعو لزيارة الولايات المتحدة والCIA، وقابل رئيس المخابرات الأمريكية، لأن رئيس المخابرات الأمريكية يدعو شخص مسؤول عن أمن في السودان، ده بدعوه لقصد يعني. صحيح، لإفادة، لمعلومة، لأي حاجة، ودي دولة كبرى، ودخل معهم في حوار مع الخبراء المعنيين في حوار بخصوص الإرهاب وقتها، وبدأوا يعرفوا الإرهاب ووسائل الإرهاب. بعدين تعرضوا لأنه الفلسطينيين إرهابيين، تصدى لهم عبد الوهاب في ذلك الاجتماع قال لهم نحن لا نعتبر الفلسطينيين إرهابيين، هم ديل فريدم فايترز، مناضلين. الكلام ده ما قبله الأمريكان وانفض الاجتماع. يفضل الشجاع خلاص، يفضل الرجل يمشي لقمة CIA طبعا. وبعدها جاني في ماديسون وجلس معي بعض أيام مسافر. يعني دي تحكي لك الشجاعة والجرأة وقولة الحق. صحيح، في قمة في يعني أنت الناس، وندرك الليلة دي كل المشاهد واضحة، الذين يزورون CIA ويعقدون الصفقات والأشياء الكثيرة، والتاريخ مليء بهذه الأحداث. جاء رجع برضو بتعكس نميري، رجع وحدث وقال الكلام للسيد الرئيس نميري الرئيس الأسبق، قال له حسنا فعلت، لم يعرضه. ميزانية جهاز الأمن كانت لا تتجاوز 70,000 جنيه، اللي هي بتساوي ذلك الوقت 210,000 دولار بس. قال لكون احتجنا 35,000 عشان نشتري أغراض للأريتريين. ذهبت المأمون بحيري وزير المالية عليه الرحمة، أبلغني أنه لا يتوفر له هذا المبلغ، ثم اتصلت بالرئيس نميري وقال لي نميري أنا عندي حساب خاص في بنك السودان عبارة عن مبالغ بيرسل لي يعني أهل الضناقلة من الخارج، ومشى للسكرتيرة نميري أداول القروش. في حاجة مهمة حقرأ لك برضو، أنا طبعا ما من أنصار أنه شيطنت الناس، يعني هسه الآن الكلام عن الرئيس الراحل نميري الكلام السياسي، نميري فاسد، نميري سرق، نميري عمل وبتاع، لكن شهادة عبد الوهاب إبراهيم هنا توضح حاجة تانية في نميري. قال أنه ذهبت لإجراء عملية جراحية بمصر وزار الرئيس نميري. أحكي لنا القصة أنت يا بروفيسور، لما نميري زار عبد الوهاب إبراهيم حصل شنو؟ والله هذيك زيارة أنت حاضرة أنت؟ لا، الزيارة اللي لابس فيها البدلة دي أنا ما حاضر، البدلة الأفريقية دي ما حاضر، لكن لابس جلابية عادية كان بيصحبوا
أخونا العزيز أحمد طيب المحينة وجلس في الغرفة. لاحظت حتى كان في شرط في الجلباب بتاعه، جلابيه الرئيس نميري. أيوة. وقال بالحرف الواحد، أنا دلوقتي المصريين مستضيفيني، بتلقى بعض الدعم من بعض الرؤساء بيرسلوا لي فلوس، لكن ما أنا ما عندي حاجة في مصر. واضح أن الرجل هو حقيقة يعني نميري في أشياء كثيرة جدا مسالب حول حكمه، لكن الانتجريتي بتاعت نميري وطهارة يده حقيقة في أنه لم يمس المال العام. لي شهادة قالوها كثير جدا من الناس الذين صاحبوا نميري في عمله، ودي شهادة. نميري لا يملك شيء، حتى أنه طلب من الفريق عبد الوهاب أنه شيل الجواب ده وديه لسور الذهب. نعم عليه الرحمة. نعم نعم نعم. دي شهادة للتاريخ. الله يرحمه جميعا يعني. نعم نعم. وقول له يا أخي طالما نفيتوني صحيح وأنا قاعد برا، أكرم ليكم تصرفوا علي أنتوا ما يصرفوا علي المصري. صحيح. وأنا عايز قبل ما تفوتني من 70,000 دي، شوف الأزمنة بتختلف كيف. أول حاجة عبد الوهاب يستأذن من وزير المالية. طبعا. المال العام كان بيصب في وزارة المالية. صحيح. ليس هنالك وزارات أو مؤسسات أو مال مجنب. مجنب وخلافه ما في. ليس هنالك شركات أو مؤسسات داخل هذه المؤسسات إطلاقا. كان عمل ماشي بهذه المهنية والوضع السليم يعني. دي 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 دي, دي وقفة حقيقية يعني. تعال بس ممكن زول يسمعنا يقول الجماعة ديل عاوزين يدافعوا عن نميري والحكومات العسكرية. أبداً أبداً. لكن أفتكر إحنا وإنت دي عبارة قلتها لي قبل التصوير، أنه ما نفتقده في السودان هو النقد الذاتي. أبسلت. وشرط النقد الذاتي أنك تبصر العيب والحسن، مش كده؟ أيوة. دي قناعة ذاتية يا أخ. تعاين هنا وهنا يا أخ غسان. أول حاجة أنا أفتكر أنه لازم يكون في سيلف كريتيك، نقد ذاتي للمؤسسات أيا كانت. جنوب أفريقيا مشوا بتروث أند ريكونسيليشن، المصالحة والحقيقة وصول الحقيقة. أيوة الحقيقة. نفتقدها كلنا، بنقضي أحزاب مؤسسات أفراد، لكن ما في نقد ذاتي. ما في نقد ذاتي، ما بزول بيجي في قيم أبدا، ما في تقييم. ودي مهمة مهمة. صحيح. تاريخنا السياسي ده كله محتاج لنقد ذاتي أيا كان الإيجابيات شنو والسلبيات شنو، عشان نصل لقناعة. صحيح. عشان نعلم الأجيال دي في أشياء أخطاء نتفادى، لكن ما ممكن نمشي بهذه الصورة إطلاق. بروفيسور بعزنا كان نخرج هذا الفاصل ثم نعود نواصل الحوار في هذا الفاصل، نشاهد كتاب الوراق ثم نعود مرة أخرى لمناقشة كتاب أوراق من الذاكرة، محطات في مسيرة نائب الشرطة للفريق أول شرطة عبد الوهاب إبراهيم سليمان مع بروفيسور كرر العبادي. كونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى، لازلنا في هذه الحلقة الجديدة من الوراق، هذه الحلقة الثانية نناقش فيها كتاب أوراق من الذاكرة محطات في مسيرة ضابط الشرطة، عن كتاب للفريق أول شرطة عبد الوهاب إبراهيم سليمان عليه الرحمة. وهذا كتاب مهم جدا لأنه لشخصية مؤلف الكتاب. تحية مرة أخرى لبروفيسور كرار عباد. بروف مرحبا بك مرة أخرى. في الكتاب في أدوار الفريق حول موضوع التعليم الأهلي وأدوارك كذلك يعني. طيب إيه أدوارك؟ حقيقة يعني عبد الوهاب رحمه الله كان له إسهامات واضحة جدا في جامعة أم درمان الأهلية. أيوة. جامعة أم درمان الأهلية مشروع وطني متميز وفكرة رائدة تبناها محمد عمر بشير رحمه الله مع مجموعة من أصدقائي، وتم اجتماع تاريخي في فبراير 84 في منزل محمد سيد أحمد سوار الدهب. دعوا له كل عدد كبير من أهل أم درمان، قرابة 30 شخص، والفكرة لقت قبول كبير. كأي مشروع، أي مشروع فيه مراحل، في مراحل الفكرة ومراحل الدراسات المتأنية الخاصة بالنظم واللوائح والبرامج، ومراحل استقطاب المال، ومراحل التنفيذ والمتابعة. خطة يعني. دورة سموها دورة المشروع. دورة المشروع. Project Cycle. عبد الوهاب ساهم في كل هذه الدورات، عاش الفكرة وساهم في استقطاب المال وساهم في التنفيذ، المتابعة اللصيقة للتنفيذ. الدولة ادتهم 30 فدان في حمد النيل، كان بيجلس ساعات طوال هو بيبنوا كل المنشآت الخاصة بالجامعة، هو واخونا مختار التوم واخرين بيجلسوا ساعات طوال وبيشاهدوا البناء بيتصاعد، وهو صاحب رئاسة مجلس الجامعة
فترة بتاعت أكثر من عقد من الزمان، والجامعة تطورت وشهدت تحول كبير في برامجها المتميزة وفي خريجينا الذين ملوا الساحة الوطنية والإقليمية والعالمية. وعبد الوهاب سحب كل هذه الأشياء، وفي وقت كانت الجامعة تشاهد صراعات عنيفة بين طلابها، طلاب المؤتمر الوطني، طلاب الحزاب المعارضة، طلاب صراع سياسي، صراع سياسي. لكن الجامعة استطاع أنك تخترق كل هذه الأشياء، وحرقت الجامعة عدة مرات، لكن رغم كده استطاعت أنها تشق طريقة. وكان رأس هذه المجموعة الخيرة أخونا عبد الوهاب بن الله يرحمه قطعا. طيب وإحنا بنحاول نلخص أي كتاب بطبيعة الحال فيه خلاصات أو دروس، أو خلينا نسميها يعني زي ما سماه هو محطات، بموجبة نفهم أي طبيعة الهم الذي دفع مؤلف الكتاب أن يكتب. إيه استخلصته يا بروفيسور من هذا الكتاب؟ والله أنا استخلصت محورين أساسيين. طيب المحور الأول تعزيز مفهوم الانتماء المهني وتعظيم دور الشرطة. تمام. لأنه بيفتكر أن الشرطة عندها دور اجتماعي ودور مهني، يجب أنه في مجتمعات كمجتمعاتنا هذا الدور يجب أن يعظم بصورة أخرى من خلال عدة وسائل. أولا استقطاب الخبرات المتميزة للعمل في مجال الشرطة. ثانيا التدريب المستمر. لو حصل عبد الوهاب تلقى تدريب خارج السودان، صحيح، والتدريب حتى بالمعاهد التي استحدثت على مستوى الإقليمي، دكتور حاكم عبد الرحمن حاكم، صحيح، وعباس أبو شامة، دي كلهم شخصيات اشتغلوا في مراكز تدريبية رفيعة المستوى. التدريب المستمر مهم. أيضا التقانات والمعينات التي تساعد عمل الشرطي في العمل الجنائي أو تعقب الجريمة أو خلافه. أيضا الأجور والامتيازات، مرتبات يجب أنها تعالج، مش على مستوى الشرطة، على مستوى الوطن، كل المؤسسات. في هذا الاتجاه في شخص هو حائز على جائزة الاقتصاد في علوم الاقتصاد، جوزيف ستيغليتس بيقول على أنه أمريكي بيفتكر على، ورأيه صحيح، التوازن بتاع الاقتصاد هو أنه ما تمتلكه في جيبك ده يوازي السوق. طبعا ده التوازن صحيح، ده التوازن الحقيقي. أي فوارق في هذا الاتجاه بالنسبة لشرائح المجتمع ده مجتمع غير متوازن. مهم جدا توفي الناس حقهم. وحقيقة في وقت ما نحن كنا شباب صغيرين الاقتصاد السوداني كان متوازي، المرتبات دي كانت بتوازي، وفي وفر لكل الناس، بتكفي الزول، وما كان في فوارق في المرتبات إطلاقا بين الناس. يجب أنك توفر سبل العيش الكريم للناس. طيب أيضا القوانين التي تحكم رجل الشرطة والمواطن دي مهمة جدا، نحدث قوانين واضحة للناس. شايف أنا عبد الوهاب بيجيب أحمد المهدي وهو وزير بأمر قضائي، صحيح، عشان يحاكمه ويجيب القانون. القانون القاضي يكون مع المظاهرة، تفريق المظاهرة، قانون وجود الشرطة في القانون ده، وبيظل بأنه الأمن يتابع للشرطة لأنه الأجهزة العدلية متداخلة مع الشرطة بصورة أو أخرى. المحور الثاني اللي ذكره أخونا عبد الوهاب واستقريته في هذا الكتاب مفهوم العلاقة الوطن والحاكم. نحن محتاجين يا أخ قسان، ودي نقطة أساسية، لازم نحدث ديمقراطية حقيقية في مؤسساتنا أيا كانت، كل مؤسساتنا الاجتماعية والسياسية، الأحزاب وتواصل القيادات، وبمفهوم القيادة الراشدة فيها المساءلة وفيها المسؤولية، الشفافية، فيها الشفافية، ده غايب، وفيها الآن التشاور، ده غايب الآن، غايب عن كل المؤسسات، غايب. الأحزاب ما فيها الكلام ده سيب. غايب في تقدير، غايب. يجب أن يكون في تداول، ده نحدث هذه الأشياء. من أيضا كان بيتكلم عن تجاوز الخطوط الحمراء، الوطن تفرق ما بين الوطن والسلطة، أيوة، الأمة، تصارع الوطن ما تصارع السلطة. بعدين محتاجين نقطة أخرى، الارتقاء بالخطاب السياسي بتاعنا إلى خطاب تنموي، نلتقي من البوليتكس السياسة إلى السياسات، السياسة للسياسات. سيدنا عمر بن الخطاب بخاطب واحد من الولاة قال لي أتينا لنسد الناس جوعتهم، سد الناس جوعتهم بلغة الليلة فود سيكوريتي،
الأمن الغذائي ونستر عورته، ملبس ومسكن وزواج وصحة. أيوة أيوة. ونوفر حرفتهم، نوفر حرفتهم employment creation، ده كلام البنك الدولي الليلة، عشان تحدث تقلل الفقر توفر حرفة للناس. سيدنا عمر قال للوالي اليد التي لا تعمل ستمتد إلى المعصية. يا سلام. وربنا سبحانه وتعالى بيسألنا عنها. باللي عن روشيتا دي؟ يا روشيتا ده سيدنا عمر بن الخطاب قال في القرن السادس. القرن السادس. الليلة بيتكلموا عنها في البنك الدولي. دي مهام الحاكم. دي مهام الحاكم. نقطة أخيرة، عبد الوهاب بيتكلم عن النقلة والتحول من المجتمع الصغير، مجتمع الأسرة النشأ فيها والحي والمدينة، للمجتمع الكبير، مجتمع متسود القيم والأخلاق. التعليم بيلعب دور أساسي، المؤسسة التعليمية، المؤسسة التعليمية من بداياتها إلى نهاياتها. أي مؤسسة تعليمية لازم يسود الأخلاق، الأخلاق قبل التعليم. أمة بدون أخلاق لا تساوي شيء، محتاجين للأخلاق وللمثل وللقيم والقدوة عشان ننسب لقدام. أخيرا وأنا أطلت على هذا الكلام، لا عايز أتكلم عن مؤسسات المجتمع المدني اللي ممكن تلعب دور أساسي في إرساء هذه القواعد. المؤسسات الرياضية، حس المؤسسات الرياضية أصبحت مونوبوليس، احتكار لأصحاب المال، كانت هي بوتقة للرجال الأوفياء الوطنيين بيقدموا قيم للناس. دي أساس مؤسسات الرياضية والثقافية والتنموية. اسمح لي المقاطعة، الخلل ده ايه مصدره؟ يعني انت الان لما افكر معاك بكل التراجع اللي حصل لنا ده، يعني صحيح الإجابة قد تكون صعبة، لكن شنو المصدر الأساس اللي غيب الديمقراطية في المؤسسات واللي حول كل معنى القيم معنى مسلع، يعني معنى أن تتحول إلى قيمة مادية إلى سلعة وكذا؟ والله شوف، أنا أفتكر الناس يجب أن تكون في عودة إلى الذات، يجب أن الناس تراجع نفسها. أنا الليلة يعني أنا قدامك ذا، ربنا سبحانه وتعالى فضلني على كثير من عباده وتعلمتها وتقلدت بعض الوظائف، لا أدعي بأنها وظائف كبيرة لكن مساهمات. لا قدمت كثير فرصة. مساهمات. هذه المساهمات أنا ممكن أقول لك أنا أين أخطأت، وأقول بصراحة في خطأ ارتكبناه في حياتنا، في عملنا، في بحثنا. الصدق مع الزاد غائب. الصدق مع الزاد غائب. غائب. يجب أن يكون عندنا صدق مع زواتنا. طيب. عشان نمشي لقدام. رغم الكتاب والنقاش حول الكتاب، لكن في جانب آخر هو جمعك بالراحل عبد الوهاب إبراهيم سليمان أكثر من 40 سنة. أنا بحتاج أسمع شهادتك حول الجوانب الإنسانية بخلاف ما ذكر في الكتاب، يعني تقول شنو؟ والله شوف دي، يعني أنا أقول لك بصدق وأمانة، أنا جمعنا منزل واحد وأسرة واحدة، حمدنا الله أحمد، رجل قامة، مؤسسة كبيرة، رجل من أفكار الخريجين، حمدنا الله أحمد مؤسس الهلال. الهلال لم يكن نادي رياضي، كان مؤسسة تربوية، مؤسسة وطنية، جمعت كثير، يوسف مصطفى التنين، أمين بابيكر، المريخان ما يزعل، والمريخان الحركة الرياضية كلها، المريخان ما يزعل، الحركة الرياضية كلها كانت كذا، كانت بهذه الصورة. بابيكر قباني كان منبع، ده منفس للعمل الرياضي. طيب. جمعنا هذا البيت، والدة زوجتي جدها والدة حسن محمد كرار، رجل من أبكار الخريجين، عبد الوهاب، التقينا في هذا البيت، بيت منبع بتاع صفاء ووفاء. صحيح صحيح. وهو كان بالنسبة لحمد الله أحمد ابن، وبالنسبة لحمد الله أحمد بيعتبره ابن له، وهو بوالده عشت معه سنوات. عبد الوهاب يتميز بمكارم الأخلاق، رسول الله عليه وسلم قال إنما بعثت لتمم مكارم الأخلاق. والأخلاق هي ثمرة الإيمان، في مقولة لأنس بن مالك قال الإيمان شجرة، قاعدة، القاعدة بتاعتها التوحيد، وساقة العبادات، وفروع المعاملات، وثمرة مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق. نعم. كان يتميز بمكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق صفاء النفس، الجرأة والشجاعة، أهلته عشان يتقلد هذه المواقع، وأهلته عشان يحبوا الناس، أحبوا كل الناس، كان بار بأهله،
بار بأسرته وفي لأصدقائه رحمه الله. الله يرحمه، الله يرحمه. انا يعني تقديرا يعني الواحد بيحزن طبعا وكده، ربنا يرحمه ان شاء الله ويجعل الخير كل الخير في أسرته. ولازم اشكرك بروفيسور برضو جزيل جزيل الشكر انك منحتنا الفرصه دي لمناقشه هذا الكتاب، وكان غرضنا الرئيس انه نعرف بمسيره نجوم في في حياتنا الاجتماعيه. المعنى بنجوم هنا انهم قدموا نماذج حقيقيه لما ينبغي ان تكون عليه صوره النخبه، هكذا ان تكون. انا اشكرك بروفيسور جزيل الشكر. شكرا جزيلا. الشكر كل الشكر لك عزيزي المشاهد. كانت هذه الحلقه الثانيه نناقش فيها كتاب أوراق من الذاكرة، محطات في مسيرة ضابط شرطة فريق أول شرطة عبد الوهاب رحيم سليمان عليه الرحمة. ومن الحلقة من الوراق نتقدم بتعازينا لأسرته ولكل محبي وعارفي فضله، ونتمنى أن نكون وفقنا ولو بالقدر اليسير أن نقدم لهذا الكتاب، لأن الذاكرة تتراكم بهذا المعنى، أن تقدم من قدموا لهذا الوطن الكثير. في الختام تحياتي والفريق العامل إلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة من الوراق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.